عاطف، أنت في مدينة عمان ومن فلسطين. نعم. كيف تصف للسادة المشاهدين فلسطين؟ وأنت من أي منطقة في فلسطين؟ من غزة. من غزة. نعم، ولكن أنا مقيم بالأردن. أنت مقيم بالأردن من كم سنة؟ من 67، ولكن جنسيتي فلسطيني. يعني فلسطيني. وهل تذهب إلى غزة يعني؟ لا للأسف. يعني من 67 سلطات الاحتلال تمنع الحكي، تمنع. طيب كيف تصف للسادة المشاهدين ما يتعرض له أهلنا هناك في غزة؟ هي مذابح، هي مذابح على مشهد من العرب، ولا يعني ما في حدا منجد هؤلاء المساكين المجاهدين على حق. طيب كيف تشوفوا الوضع في فلسطين الآن؟ الوضع في فلسطين محزن. التفرق، الانشقاق بين الإخوة الفلسطينيين وضع محزن. النعمة المذكورة في القرآن الكريم التي خص الله تعالى بها بنو إسرائيل هي المن؟ المن والسلوى. المن والسلوى. نعم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من المن والسلوى. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. سؤال حلقة اليوم، سؤال حلقة، وما عجبهم فاستبدلوه بالبصل والثوم. نعم. يعني نعم. فطلبوا في مكانه الثوم والبصل الأدنى، الذي هو أدنى. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذه هي صفة اليهود على مر العصور يعني. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. المن والسلوى. كلمة من، سؤال حلقة اليوم من البرنامج، ماذا تعني؟ ما هو المن وما هي السلوى؟ المن والسلوى هي طيور من الجنة تشبه طيور الفر. في عندنا في الأرض في طيور الفر، ما بعرف الجزائر تعرفوها ولا. فهي المن والسلوى تشبه طيور الفر، طيور من الجنة. يعني المن والسلوى طيور. نعم. أيوة لا لا أيوة لا. المن والسلوى في حلوى عراقية، إحنا بنحكي عنها المن والسلوى، لكن المذكورة في القرآن هي هناك طيور. حلوى عراقية اسمها المن. المن والسلوى. نعم. حلوى اسمها المن يعني. نعم. نعم. عند العراقيين. نعم. المن والسلوى. المن والسلوى. ولكن اللي نزلت أو ذكرت في القرآن هي طيور من الجنة. وما هو شكل هذه الحلوى العراقية؟ شكلها سوداء. بيض، لا بيضاء، بيضاء وعليها فستق زي المهلبية يعني. لا 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 لا، زي الحلقوم. زي الحلقوم. عجين عجين عجين. وهي حلوى عراقية قديمة يعني. نعم. بغداد هل مجد ورائعة ما كان منك إليهما سفروا. يا مرحبا. أهلين حجي، احنا معك تلفزيون جزائري. نعم. عندنا برنامج يطلع بشهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. نتعرف عليك الاسم الكريم إذا سمحت يا حجي. ناجي يوسف. أمي ناجي، أنت من فلسطين أم من الأردن؟ أردن. أنت أردني من عمان. نعم. حجي، أنت تقرأ القرآن بالتأكيد. الحمد لله. ماذا تقرأ للسادة المشاهدين من القرآن الكريم يعني؟ أنا شو بدك؟ آية قصيرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص، سورة الصمد من القرآن الكريم، وهي تعادل ربع القرآن هكذا يا حاج، ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ما بعرف. طيب يا حاج، أنت تقرأ في القرآن أن بنو إسرائيل خصهم الله تعالى بنعمة المن، المن والسلوى. نعم. وظللنا عليهم الغمام. شكري. كلمة المن والسلوى ماذا تعني؟ من عليهم السلوى، يعني من عليهم بالنعمة. نعم. اسمعوني واسمعوني وافهموني، طب اسمعوني واسمعوني رياض من الأردن. نعم. الأردن طبعا قريبة من فلسطين يعني. نعم نعم نعم. كم المسافة الفاصلة بين عمان والقدس؟ بحدود أقل من 50 كيلو تقريبا، 60-70 كيلو تقريبا هيك شيء. وحضرتك من الأردن أبا عن جد؟ أنا مولود في عمان، جدي من يافا. من يافا من فلسطين. نعم نعم. ما هو موقع يافا في فلسطين يا رياض؟ يافا عروس البحر. عروس البحر. نعم. تطل على البحر المتوسط. نعم نعم. الأبرد عروس بحر الأبيض المتوسط. وحضرتك صار لك كم سنة ما زرت يافا يعني؟ ما بعرفها. ما تعرفها أصلاً؟ أنا يعني. مولود في الأردن هون. أنت مولود في الأردن. نعم. وجنسية أردنية. بس بشوفها بالصور. يعني تشوفها فقط بالصور. بالصور. وأكيد أنت تتمنى زيارة يافا وزيارة. يا ريت يا ريت.
وبتمنى أن أروح أصلي في المسجد الأقصى مثل ما نتمنى جميعا والسادة المشاهدون. نعم نعم. طيب كيف تشوف يعني الأجواء في فلسطين الآن؟ والله يعني كمسلم وكفلسطيني قبل أن تكون شيء آخر. الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم، يعني يعانوا، يعانوا من وضع سيء بالنسبة للمستوطنات والمتشددين الإسرائيليين، وإحنا بنبكي في قلبنا عليهم عمالنا. طيب نحن في شهر رمضان وهذا برنامج خاتم سليمان من تلفزيون الجزائري يا رياض. نعم. تأخذ معنا جائزة البرنامج خاتم من ذهب يا رياض. هذا الخاتم يكون من نصيبك إذا أجبت الإجابة الصحيحة في حلقة اليوم. نعم. تقرأ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خص بني إسرائيل بنعمة شهيرة. نعم. ما هي هذه النعمة؟ اللي هي المن والسلوى. المن والسلوى. لما الله تعالى أعطى لبني إسرائيل المن والسلوى ماذا فعلوا؟ إيش عملوا؟ قالوا بدنا بدنا البصل والثوم. والثوم. قال لهم انزلوا على مصر. انزلوا على مصر. نعم. اهبطوا. المن والسلوى هي طيور السمن. طيور. طيور السمن. نعم. هذه هي نعمة المن والسلوى. نعم نعم. هي عبارة عن طيور. نعم. طائر السمان. نعم. للروائي الكبير الراحل نجيب محفوظ رواية السمان والخريف. يا الحمار يا طويل الردبر رقاتك شابة ما تشوفك عيني حتى توفى العام عن كامل صابر ويام يا عقبة. ما هو طائر السمان؟ طائر السمان طير من الجنة. أيوة. نعم. وتعرف أنت هذا الطائر هذا كيف شكله؟ أنا بعرف والله ما بعرف شكله بالضبط. هاي الطائر عبارة عن زي يعني هاي صغير وبيبقى على طول في البحر. زي الفر زي الفر. زي الفر. يعني هل هو طائر زي البط في الماء وفي البر ولا زي الجاج؟ زي الجاج بس على طول في المياه. زرعوا فجأة بتلاقي فر من قدام موجود على طول في المياه حسب الريح. فلذلك تسموها أنتم الفر. يعني. الفر. نعم. عبد السلام من الأردن. نعم. ومن عمان تحديدا. سحاب. من عمان. سحاب. سحاب. هذه منطقة تقع في أي اتجاه من عمان؟ عمان. شرق. شرق عمان. كيف تصف لنا اولا يا عبد السلام اجواء شهر رمضان عندكم بالاردن؟ والله فضيل وكويس الحمد لله. فيه سهرات بالليل وفيه اجواء روحانيه يعني. يا عبد السلام انت تقرا في القران الكريم ان بني اسرائيل خصهم الله تعالى بنعمه المن والسلوى. ما هو المن والسلوى يا عبد السلام؟ وخذ معك الخاتم والميكروفون. بقصد انه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي الذي انعمت عليكم منا فضلتكم. اذكروا نعمه الله التي ايوه اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ان فضلتكم للعالمين. ايوه. يعني معنى الجواب هذا الصلاه لله. ايوه. المن. المن والسلوى. لمين يصلي واحد فرض لله. يعني المن والسلوى هو الصلاه لله. نعم. المن والسلوى. لو سمح الصلاه المن من المنة. المن من المنة. نعم. والسلوى. والسلوى يعني نوع هي التكريم من ربنا سبحانه وتعالى لبني اسرائيل. عبد السلام. عبد السلام. المن. المن والسلوى. والسلوى اللي هي الحلوى. انتم ما عندكم في اسماء النساء اسم سلوى؟ نعم نعم. سلوى هي اللي راحت. سلوى ما معنى السلوى؟ واحد يتسلى يعني. النسيان. نعم. النسيان. السلوى تماما. السلوى هي النسيان. النسيان. يتسلى لما نقول يتسلى لتعني الآن في وقتنا المعاصر يرفه عن نفسه. يتسلى هو ينسى الحزن. فالسلى هو نسيان الحزن أو السلوى. وكلمة سلوى المن اسم سلوى لا اسم سلوى النساء. هذا وش معنى سلوى؟ تسلي بمعنى تسلي. بنت حارتنا. تسلي بنت حارتكم. سلوى مين؟ بنت حارتنا. بنت حارتكم. عبد السلام يا اهلا وسهلا ومرحبا بك في بلدك الثاني وبلدنا عمان. بلدنا بلد العرب كلنا. نعم. طيب يا عبد الواحد انت تقرا في القران الكريم ان بني اسرائيل خصهم الله تعالى بنعمه المن والسلوى. نعم. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لكن الساده المشاهدين بالتاكيد ينتظرون الاجابه عن نعمه المن والسلوى. ما هي؟ ما هو المن يا عبد الواحد؟ قلنا المن هي مادة يعني حلوة موجودة في العراق. هذا أكثرها الأصل. هذا مادة كالعسل يعني مادة. المن نوع من العسل. نعم. من أنواع العسل أنزلها الله على بني إسرائيل. هذا طيب. والسلوى. الصبر.
والسلوى هي يعني من انواع الطيور تقريبا، طائر من انواع الطيور او طائر السمان. نعم نعم، قد يكون طائر السماك، هذا انزله الله على بني اسرائيل. يا عبد الواحد، ليك ولاهلنا في اليمن وفي الحديده وفي تعز وفي الاردن ايضا خاتم سليمان في هذه الحلقه من البرنامج. خاتم من يد سليمان، نغمه جيتار داوود. خاتم من يد سليمان، نغمه جيتار داوود. فأنت ستسمع أغنية من أحد لأعمدة الفن العربي. نعم، نتمنى إن شاء الله هذا الثلاثة الفنانين، أيوب طارش عبسي موجود هنا في الأردن، أيوب طارش عبسي موجود عندنا حاليا في الشقق للعلاج، هو زوجته، هذا من الفنانين الكبار يعني اللي نسمعه، وأبوك الأستاذ أبو بكر سالم يعني غني عن التعريف. يا ناسين الحبايب ليش بالقسوة، يا ناس ما تذكروا ليلتنا.